ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا أنتم بخير، تكونوا بخير جميعاً. طبعاً إحنا هلأ بسبب فيروس كورونا كنا تقريباً قاعدين بالحجر المنزلي، فقلت نستغل هاي الفرصة ونهتم بشرتنا، لأنه كلنا طبعاً بشرتنا محتاجة للعناية، وإحنا كنا مشغولين كتير عنها، كنا دايماً طبعاً اللي عنده دراسة اللي عنده شغل فمو مهتمين كتير لبشرتنا، فنستغل هذا الوقت انه نهتم اكتر ببشرتنا ونعتني فيها بالوصفات الطبيعية طبعا، مو بالكريمات او الميك اب. خلينا هالفترة نعتمد بس على الوصفات الطبيعية. لهيك اليوم انا فكرت اعطيكم ابسط واهم وصفة للبشرة. طبعا كلنا بنعرف تقشير البشرة واكيد كلنا بنعمله، بس اليوم انا حبيت اعطيكم طريقة كتير بسيطة وسهلة وموجودة، وطريقة مضمونة، يعني فينا نقول انها مضمونة لانه كلها اشي طبيعي واشي بنستخدمه تقريبا بشكل يومي. طبعا الطريقة هتكون مفاجأة بالنسبة لكم، لانه احنا حنستخدم فيها بس المرطب اللي بتستخدموه بالعادة للوجه. طبعا كل بشرة بيختلف المرطب اللي بتستخدمه، احنا اليوم حنستخدم، كل واحدة حتستخدم مرطب اللي بناسب بشرتها هي طبعا، وحنستخدم السكر بس، مرطب البشرة والسكر، ما رح نستخدم شي تاني. حنبدأ الحين، حبدأ معاكم بالضبط كيف حنشتغل هذا الماسك، كيف الطريقة وكيف حنشتغل لحتى ناخد اكبر فايدة منه لنحقق اللي احنا بدنا اياه. عن الطريقة بسيطة وسهلة راح نعملها هلأ مع بعض ونشوف كيف بدنا نشتغل على البشرة عشان ناخد أكبر فايدة من الماسك. حنحتاج معلقة من كريم المرطب، وراح نحتاج طبعا سكر، راح نخلي كمية السكر اللي راح نحطها أقل بكتير من المرطب لحتى ما نجرح بشرتنا، لهيك حنحتاج بس ربع معلقة سكر. طبعا حناخد ربع معلقة سكر ونحطها، وناخد معلقة من كريم المرطب. طبعا مثل ما قلنا بالاول كل واحدة راح تستخدم الكريم المرطب اللي بناسب بشرتها. طبعا حنحتاج هاي معلقة كريم مرطب وندمجهم مع بعض، ندمج الكريم، طبعا بيختلف انواع الكريم المرطب عن بعض. ندمج الكريم مع السكر، بسيط جدا، وبعدين اللي هي اهم خطوة لما نفرد الكريم على بشرتنا، لما نجي نفرد الكريم على بشرتنا. طبعا احنا اهم خطوة في هذا الموضوع انه احنا نعمل مساج للبشرة بهذا الكريم لحتى ناخد اكبر فايدة ممكنة. طبعا هذا الكريم عشان نكون واضحين نستخدمه مرة او مرتين بالاسبوع فقط لحتى ما نتعب بشرتنا. المهم راح نعمل مساج، راح يكون عندنا طريقة للمساج. على الخدود بنستخدم بطريقة طلوع نزول بطريقة دائرية هيك، وبنضلنا طالعين نازلين على منطقة الجبهة، رايح جاي بس بنستخدم بنفرد الكريم، وبنضلنا نعمل مساج من مدة 5 دقائق إلى 8 دقائق متواصلات بدون توقف، وهذا اهم شيء، ما نستنى الماسك لينشف بعدين نعمل مساج، لازم على طول نضلنا متواصلين من خمس لثمان دقائق. هلا راح اجرب على ايدي، طبعا ممكن نستخدمه للوش او للايدين حتى نقشر البشره ونحصل على افضل نتائج. راح نجرب مع بعض على ايدي، وانتم طبعا بتقدروا تجربوا على وشكو. انا طبعا جربت كثير لهالماسك وكثير فعال، وانا كثير حبيته لهيك حبيت اشارككم اياه، وبتمنى ان شاء الله يعجبكم. خلنا نجرب، راح نحط هلا نقطة على ايدي ونستخدم بنفس الطريقة اللي راح ندعك فيها الخدود، راح نضلنا بشكل متواصل من 5 لـ 8 دقائق لحتى نحصل على افضل نتائج، نقدر نتخلص من الخلايا الميتة اللي ببشرتنا. طبعا
احنا يعني نستخدم بس مره او مرتين في الاسبوع، اكيد بنستخدم ميك اب واشياء زي هيك، وهذا كله بضله متراكم في البشره واحنا لازم نتخلص منه. لهيك ضروري هذا الماسك نستخدمه باستمرار مثل ما قلنا مره او مرتين بالاسبوع. بعد طبعا ما نخلص احنا راح نضل هيك لمده 5 دقائق نفرك الماسك ونشوف ان شاء الله شو بدها تطلع النتيجه. ان شاء الله النتيجه راح تبهركم. طبعا احنا انا بعمل الماسك على ايدي، بس مثل ما قلنا البشره لازم نركز على زوايا الوش وخصوصا منطقه الانف، لازم نركز على زواياها بشكل كبير، لانه طبعا احنا كلنا بنعاني من الرؤوس السوداء ومن الخلايا الميته في المناطق والزوايا اللي في الوش. طبعا مع الاستمرار في عمل المساج بنلاحظ انه الخلايا الميتة بلشت تطلع وبلشت تبين يعني معنى الخلايا الميتة، وان شاء الله راح نتخلص منها. طبعا بعد ال5 دقائق راح نغسل بالمية الباردة، نغسل وجوهنا وايدينا بالمية الباردة، وبعدها راح نشوف ان شاء الله النتائج. انا هلا راح اروح اغسل ايدي وراح نشوف مع بعضنا النتيجة. رجعنا لكم طبعا بعد ما غسلت ايدي بالمية الباردة والصابون طبعا عشان نتخلص من اثر الكريم. طبعا الصابون الغسول اللي انتم بتستخدموه مو اي صابون لحتى ما يأثر على بشرتكم. طبعا احنا هلا ملاحظين انه صار في تفتيح كتير في لون البشرة وصار ملمس ايدي ووجهي كتير ناعم، وطبعا راح تلاحظوا مع التأشير انه خدودكم بكبروا او كأنهم بتحسوهم كأنهم منتعشين، لانه الكولاجين في الوجه بينتعش. وطبعا احنا مع تراكم المكياج مثل كأنه بدخل جوات البشرة لجوا، مع التأشير بنشط وبنتعش، وهيك بتحسوا وجهكم في ريفريش انتعاش كبير. المهم احنا راح طبعا بعد المساج راح نحط من الكريم المرطب مره ثانيه، لانه بشرتنا بتخسر كثير من الزيوت مع التقشير، فراح نرجع نحط عليها كريم مرطب لحتى تضلها تحافظ على نظرتها كثير. ان شاء الله يعني تكون هالوصفه عجبتكم، وهي اكيد اكيد اذا ما فادتكم ما راح تضركم، لانكم بتستخدموا المواد الطبيعيه والكريم المرطب اللي انتم بتستخدموه بالعاده، يعني ما راح تستخدموا شيء جديد عليها. طبعا جربوها واكتبوا لي بالتعليقات شو طلعت النتيجه معكم، وان شاء الله تكون النتيجه حلوه مع الكل. انا شخصيا جربتها اكثر من مره وطلعت النتيجه كثير رائعه. طبعا اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك طبعا، ولحتى تشوفوا كل جديد نعمل اشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين اي فيديو جديد او وصفه جديده اكتبوا لي اياها بالتعليقات، ويعطيكم العافيه.